فضيلة الشيخ صالح حصلنا رسائل كثيرة من بعض الأخوات عن قضية الدورة الشهرية وموعدها سبع أيام تقول بعض المرات يستمر أكثر من سبع أيام ويستمر هذا الدم ما الضابط في هذه الدورة الشهرية وكيف تصلي المرأة الحيض له تقديرات نعم يا شيخ أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً وغالبه ستة أيام أو سبعة أيام وقد يتقدم وقد يتأخر وقد يزيد وقد, ي... وقد ينقص لكن لا يتجاوز خمسة عشر يوما نعم.